أهلا بكم من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية 15 مناقصة تابعة لسبع جهات حكومية، بينها مناقصة لحلبة البحرين الدولية لشراء نظام إلكتروني لتنظيم تذاكر دخول الجماهير تقدم له عطاء وحيد بقيمة 225 ألف يورو. كما فتح المجلس مناقصة تابعة لشركة تطوير للبترول بشأن توفير عقد لتوريد جهاز تنظيف أنابيب النفط والغاز. كما نظمت أو عقدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مناقصة بشأن تطوير الطابق الثاني بمبنى مجلس الشورى. ينقل سباق الفورمولا 1 منذ انطلاقته في العام 2004 اقتصاد مملكة البحرين إلى آفاق عالمية لما يمتلكه من قدرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتحقيق النجاحات على جميع الأصعد الاقتصادية. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق تقرير للزميلة ريم جناحي. للسنة 15 تنطلق أحد جولات سباقات الفورمولا 1 على أرض البحرين، والتي تعتبر بالدرجة الأولى حدثاً رياضياً اقتصادياً بامتياز لما تحققه جائزة طيران الخليج الكبرى لسباق الفورمولا 1 من نجاحات على جميع الأصعدة، حيث ينقل هذا السباق اقتصاد المملكة لآفاق عالمية لما يمتلكه من قدرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. ولا شك أن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 لهذا العام سيكون قصة نجاح جديدة تكتب في صفحات تاريخ رياضة السيارات العالمية، لتضاف إلى إنجازات حلبة البحرين الدولية التي كسبت لقب موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط عن جدارة واستحقاق. وسوف يسلط سباق الفورمولا 1 الضوء على الكفاءات البحرينية القادرة على تنظيم أضخم الأحداث العالمية بإمكانات شبابية عالية تعود بالنفع على تحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسة والتركيز على تطوير قطاعات واعدة كصناعة السيارات. الفورمولا 1 أكيد لا أصابعه على مستوى العالم، وفي لا أصابع على مستوى مملكة البحرين. البحرين بلدنا، لازم احنا كلنا نشتغل مع بعض ونفكر شلون احنا نستفيد من فورمولا 1 في المجال الاقتصادي، في المجال الرياضة العالمية، وفي مجال السياحة. اعتقد هذه ثلاثة سيجمنت، يعني الاقتصاد والرياضة العالمية والفورمولا 1، زين، مهم حق البلد، ولازم احنا كلنا نتكاتف، كلنا نشتغل مع بعض، وكلنا نفكر في مصلحة مملكة البحرين. في النهاية هذه بلدنا واحنا المسؤولين عن هذا الشيء. وبالنسبة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين خلال العامين السابقين، فقد سجلت المملكة في عام 2017 نمواً بمعدل 114%، يليه نمو أعلى في عام 2018 نسبته 138%. ومن المتوقع أن تواصل المملكة لرفع هذه النسبة في العام الحالي، ما يعكس نجاح سياسة القيادة الداعية دوماً للترويج لاسم البحرين والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها. ولا تقتصر المنافع الاقتصادية لسباق الفورمولا 1 فقط على الشركات الكبيرة، بل فوائدها تطال بالتأكيد المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم التي ستستفيد بدورها من ضخ السيولة الناتجة من عمليات الشراء والبيع. وإن دل هذا التطور على شيء، فإنما يدل على أن حلبة البحرين أصبحت محط أنظار الملايين حول العالم، وأسهمت في الترويج لاسم البحرين وللاقتصاد الحر فيها، والتأكيد على أنها هي المكان الأفضل للاستثمار على مستوى المنطقة، وأن رؤوس أموال المستثمرين مرحب بها في أي وقت. أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إقامة فعاليات متنوعة، بالإضافة إلى انطلاق مهرجان حرفنا في نسخته الرابعة، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفورمولا 1. تفاصيل الفعاليات نتابعها في التقرير التالي للزميلة إيمان شرف.
لطالما كانت البحرين ولا تزال تملك تاريخا عريقا وإرثا تراثيا تم تصنيفه من ضمن المقومات السياحية التي تمتلكها البحرين، ومع انطلاق فورمولا 1 تكاتفت الجهود وسعت من خلالها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لإقامة الفعاليات والمهرجانات التي تشجع السياح من مختلف الجنسيات لزيارة البحرين والتعرف على تراثها العريق. جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض في هذه الحياة، نحن نروج لهذا السباق من خلال مكاتبنا التمثيلية الموجودة حول العالم. نحن الحمد لله هيئة البحرين للسياحة والمعارض عندها مكتب في بريطانيا وفي روسيا وفي ألمانيا وفرنسا والهند والمملكة العربية السعودية، والآن فتحنا مكتبنا في دولة الكويت الشقيقة. من خلال هذه المكاتب يتم الترويج لهذا السباق مع وكالات السفر العالمية الموجودة في هذه البلدان. على سبيل المثال، العام الماضي استطعنا ان احنا نستقطب اكثر من 700 سائح من خلال المكتب البريطاني فقط. هذا وأعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن انطلاق فعاليات مهرجان حرفنا في نسخته الرابعة، الذي سيكون فرصة مميزة للسائح أن يزور سوق المنامة القديم وأن يتعرف على الحرف اليدوية التقليدية. كما يعد المهرجان فرصة للحرفيين لعرض منتجاتهم وبيعها، حيث يستضيف المهرجان 15 حرفيا من سلطنة عمان الشقيقة يعرضون منتجاتهم الحرفية إلى جانب أشقائهم الحرفيين البحرينيين في معارض وفعاليات مصاحبة. وأود أن أذكر أن شركة دانات بالتعاون مع كريستيز بيكون هناك معرض نادر في فندق الفور سيزنز يعرض العالمية والبحرينية بصفة خاصة أثناء الفورمولا 1. طبعا كريستيز من أكبر وعرق المنصات العالمية للمجوهرات وللمقتنيات الفريدة، فمثل هذه المعرض اللي بيقام في أثناء هذه الفترة أيضا فعالية مهمة. وإحنا عندنا calendar.bh تعرض كل فعاليات في رزنامة مملكة البحرين، وهذه الرزنامة أيضا تبين جميع الفعاليات اللي موجودة أثناء سباق الفورمولا 1. لسباق الفورمولا 1 مساهمة كبيرة وواضحة على سياحة مملكة البحرين، جعلها تستقطب العديد من السياح من مختلف الجنسيات لينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد مملكة البحرين. للنشرة الاقتصادية إيمان شرف، تلفزيون البحرين. انخفض مؤشر العام لبورصة البحرين خلال التعاملات الأسبوعية، وذلك في أعقاب هبوط أسهم الخدمات والاستثمار وأيضا البنوك. وأقفل المؤشر العام للبورصة عند مستوى 1413 نقطة بانخفاض نسبة 0.88% عن مستوى في الأسبوع الذي سبقه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 30,907,594 سهما بقيمة إجمالية قدرها 8,306,962 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 436 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني شركة سيكو. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
أعلن مركز دبي للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدبي بنسبة 1.9% خلال عام 2018 ليصل إلى 108 مليارات و400 مليون دولار. وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن تنافسية أسواق دبي وكفاءة اقتصادها أدت إلى تنشيط الطلب، الأمر الذي عزز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة ودفع بمجمل نمو اقتصاد دبي في العام الماضي. وأضاف المهيري أن التطور الملحوظ في أداء عموم الأنشطة الاقتصادية يظهر بشكل واضح مدى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي، إلى جانب السياسات الاقتصادية البناءة والتي كان لها دور رئيس في هذا الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تسود العالم. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. رفع أول دعوى قضائية ضد شركة الطيران الأمريكية بوينغ على خلفية كارثة الطائرة الإثيوبية. ارتفع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بفعل زيادة العجز السلعي والدخل الثانوي. وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 134.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي. وكشفت البيانات أن صعود عجز الحساب الجاري جاء بفعل ارتفاع العجز في الميزان السلعي والدخل الثانوي، بالإضافة إلى تراجع الفائض في الميزان الخدمي. شهدت الأرباح الصناعية الصينية انخفاضاً بنسبة 14% في الشهرين الأوليين من العام الماضي بسبب استمرار تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي واسع النطاق. ووفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، انخفضت أرباح الشركات الصناعية المتوسطة والكبيرة في الصين بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 105 مليارات دولار، وكان هذا أسوأ أداء منذ أكتوبر عام 2011 عندما تم تغيير طريقة قياس الأرباح الصناعية. نتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. في الخبر الأخير، رفع أقارب أحد ضحايا كارثة تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية بوينغ 737 ماكس دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة أمريكية، وتعد هذه الدعوى الأولى بعد تحطم الطائرة الإثيوبية والتي راح ضحيتها جميع الركاب والطاقم 157 الذين كانوا على متنها. وأوضحت الدعوى المرفوعة أن قارب المواطن الرواندي المتوفى جاكسون موسوني اتهموا بوينغ أمام محكمة شيكاغو الأمريكية بارتكاب أخطاء في تصميم نظام التحكم الآلي في الطيران.